وباش تكون في المستوى كما شفتوه، كما اللي عملته انايا، مش حاجة سهلة. وان شاء الله مازال القدام ان شاء الله، بالك من بطولة العالم ان شاء الله تكون منافسة احسن. عباك على مستوى شبكة التواصل، عباك كاين شعب كثير ساندني، وكاين جزائريين ما عرفوش، كاين بزاف اللي ما كانوش يعرفوا الاختصاص هذا العشاري في الالعاب الاولمبيه هذه، عرفوا الاختصاص هذا، عرفوه واش معناتها العشاري واش معناتها، وساندوني بزاف وكانوا متبعين كل الاوقات كما يقولوا، كانوا منين يشعل الله تيلي يلقاو ابو العدا يصوتي، منين كل الاوقات يلقاوني ندير كاش كومبيتيسيون. هذا شرف لي كبير وشرف للجزائر كامل اللي فرحتهم وخليتهم يتبعوا العشاري، ونشكرهم بزاف بزاف بزاف، ونقول لهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. التحضيرات تاعي ما كانتش كما في المستوى تاع هذه الألعاب، التحضيرات تاعي كانت ناقصة بزاف، لأنه تعرفوا المشاكل، تعرفوا نقص الإمكانيات في الجزائر، ما كاش الإمكانيات في الجزائر. وبعد شهر أفريل عملت عملية على مستوى الظهر اللي خلتني غبت مدة طويلة على التدريبات، ونقدر كما نقول لك الإصابة هذه اللي خلتني شغل ما حققتش مستوى أكثر، والتحضيرات اللي ما عملتهاش حوالي نقص كثير. لابينوار الرف البلاستيكية، والله تحدى شاطئ البحر بالحجارة، هذاك لابينوار والله أنا جبته للدار، أنا جبته معايا من الدار، كان قديم محطوط في الدار هكا برك، جبته قلت أنا ما عملوا في الانفيرميري تاعنا هذاك، نخدم له بلاستو معك، يستعملوه كامل الرياضيين، لانه احنا ما عندناش الامكانيات، اين وين ديتو؟ ديتو للاستاد انكس، حطيته وصرا عليه المشاكل كبار، صرا عليه مشاكل كبار، على تجيبو على جيبو. قلت لهم رانا نسيو باش نريكيبيريو لاتليت كي يدير تدريبات شاقه، تدريبات يكون شاقه، يدخل حمام بارد. انا درته وجبته معايا من الدار وخدمته، وخدمنا له لي سيبور تاعو باش نحط انا والمدرب تاعي، خدمنا له لي سيبور تاعو وحطيناه، ولينا كامل رياضيين، ولاو كامل يجوا يديروا لا كلاص، يجيبوا القلعه تاع الماء يديروه داخل الفريغو، غدو الصباح اللي يجي يونطريني يعمر لا بينوار ويحط يدخل داخل الحمام ما بارد. وهذا الحمام ما بارد هذا كيما يقول لك، هذا واش نقدروا نديروا؟ ما كاش حاجه واحده اخرى نقدروا نديروها، نخدموا حاجه واحده اخرى ولا نشوا لي زاباراي، الامكانيات الله غالب كما ما كاش الامكانيات. وكما كشتو نقدر ما بيش بكا ولينا خمو بالك نزيدو نبنوك شغل انباصه هكا صغير، انا المدرب في ماك في ستاد انكس الى عطاونا اوتوريزاسيون نبنيوه ويستعملوه كامل الرياضيين، ويبقى يطايل شغل يشد ماشي كيما لابينوا. في 2013 هذه كنا كيما كنت سيسبوندي، درنا ستاج انا والمدرب تاعي في بجاية، على الشاطئ بجاية، وكنا ندربو، ما كانش ما عنديش لي بوا، ما نقدرش نديهم معايا لبجاية. دربت على الشاطئ انا والمدرب تاعي، لو كان عندي الامكانيات الكافيه اللي تخليني باش نوفر هذو الامكانيات كامل باش نقدر نحقق ارقام واحده اخرى في القفز، في الرمي الجله ورمي القرص، نقدر ماشي نقول لك نطلع البوديوم. انا يولي كي يشوفوني يخافوا، حد الان عباك رياضيين امريكا والمانيا عباك يشوفوني عباك يهابوا، يقولوا كيفاش هذا رياضي عربي ما عندهم حتى امكانيات، ما عندهم حتى ولا شيء في الاخر، عباك يشوفوني يديروا لي بزاف حسابات، لانه رياضي كيما انايا من 2010 وانا نزاحم فيهم، شغل شافوني كيفاش، شافوا التحضيرات تاعي، شافوا كيفاش الامكانيات اللي عندنا والاخر،
نقدر نقول لك باللي ماشي غير نطلع البوديوم، يقولوا كي يشوفوني يقولوا خلاص مادام راه هنايا راحت لنا بلاصتنا. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله في بطوله العالم ان شاء الله في 2017 اللي راح تجرى في لندن ان شاء الله نكونوا في المستوى وان شاء الله نديروا اللي علينا. نقول لك ماشي غير ليا، ماشي غير انا الرياضي، باسكو حنا رياضيين كما انا ومخلوفي الرياضيين واحد اخرين. نقول لك بالك بقانا 5 سنين 3 سنين 4 سنين بالك نروحوا. حنا ماذا بينا ركاتيك نحضروا رياضيين اخر واحد اخرين، نعاودوا نحضروا بالك نجيبوا واحد عشري واحد اخر، بالك نجيبوا في 1500 واحد اخرين، نجيبوا نحضروا رياضيين. لازم نوفروا الامكانيات للدراري الصغار هادو دابور باش 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 يكون عندهم ديجا كي يدخل الرياضي. انا لك انا في الصغر تاعي اقسم بالله بابا هو اللي عاود رجعني اشرف شحال من خطره نحبس، والمدرب تاعي الاولاني بصبع الاخضر هو مرويبه. انا كي بديت سبور تاعي بديت في رويبه، هو اللي عاود رجعني. كان كنت ما نروحش خلاص، ندي قلت نشوف لونطرينمون تاعي هذا، كنشوف سوفرونس تاع البيوس نشوف لوغ، كانوا يجوا يدوني من الدار ويدوني معهم نروح كومبيتيسيون. وبالسبه تاعو اللي عاود لي راني في دوكاتيك في المستوى هذا، نقول لازم يوفروا الامكانيات للرياضيين الصغار دابور، ومن بعد يشوفوا لنا الامكانيات اللي الامكانيات تاعنا احنا باينين. اي رياضي باين تسمى الامكانيات، كل رياضي سواء في الجيدو ولا سواء في العاب القوى ولا في اي رياضه باينين الامكانيات تاعهم، وكاع يعرفوا هما الامكانيات وشنو هما. اي مسؤول يعرف واش معناتها الامكانيات تاع اي كل واحد رياضي، وان شاء الله يتفهموا هذا الوضع، وخاصه الشعب الجزائري كامل نقول له يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. والله فرحتوني بزاف بزاف. كنت انا كي حبست 1500 متر جاتني خيبه كبيره، لانه فرحت وما فرحتش. قلت انا دوك كيفاش ندير مع الشعب الجزائري وكيفاش ندخل الجزائر، لانه انا وعدت الجزائريين بالميداليه. بعد ما شفت الشعب كيفاش بعد شفت الشعب كيفاش هضر معانا في على كيما يقول لك الانترنت، وهضروا معايا بلطف وفرحانين وقالوا لي يعطوك الصحه، وكما قالوا لي داروا لي بطل بلا ميداليه. نقول لهم يعطيكم الصحه كامل كامل وبارك الله فيكم، وسورتو الناس ولاد هداش، باسكو راهي غلطه قالوا باللي بورعده من سوق هراس. انا ماشي من سوق هراس، انا من بلديه ولاد هداج اللي تقع ما بين الغايه ولاد هداج ولايه بومرداس. قولهم يعطيكم الصحة كامل 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 الناس ولاد هداج وناس بومرداس، ونشكر كامل نشكرهم كامل اللي كانوا واقفين معايا ويعطيهم الصحة. ونشكر تانيك موبيليس اللي راهو قايم بالمجهود تاعه واللي عاوني معنويا وماديا. قولهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. شكون الوالدين تاعك؟ سورتو الوالدين تاعي بيان سور، نقولهم يعطيكم الصحة، وسورتو اليمة وبابا اللي على حسب واش قالوا لي واش قالت لي اختي، قالت لي بلي ما قدروش يشوفوا لا كومبيتيسيون. ملي بدات لا كومبيتيسيون هما يبكوا، سورتو لي ما قاعده تبكي، اماني جدي نقول لهم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، وان شاء الله في ملتقيات واحده اخرى. وانا مازالت عندي كومبيتيسيون لو 17 سبتمبر، مازالت عندي منافسه واحده نديرها ونحبس لا سيزون. لو 17 سبتمبر عندي ديرني ميتينغ تاع ديكاتلون في فرنسا ان شاء الله.